من منا اليوم دعا ربه أن ينبض قلبه ولا يتوقف؟ كلنا الحمد لله القلب ينبض، وأنت لم تدعو ربك بها. من دعا ربه اليوم أن يبصر بعينه، لما يستيقظ يفتح عينه يرى. من منا دعا رب هذا الشيء؟ وكلنا لله الحمد استيقظنا وأبصرنا. من منكم دعا ربه أن لا يستيقظ مجنونا؟ والحمد لله استيقظت عاقلا وأنت لم تدعو ربك. من دعا ربه اليوم بأن يستيقظ وهو يسمع؟ وما هذا، استيقظت وأنت تسمع وما دعوت ربك سبحانه. من دعا ربه اليوم بأن يستيقظ وحاسة الذوق لم تفقد، وحاسة الذوق ما زالت تعمل لم تفقد رغم أنك ما دعوت؟ من منا دعا ربه اليوم بأن لا يصبح أصلع ولا يتساقط شعره، وها أنت استيقظت والشعر عليك وأنت لم تدعو ربك؟ من منا دعا اليوم أن يبقى بصحته والله عز وجل أبقى لك صحتك؟ من منا دعا اليوم الرئة تعمل، اللهم يا رب استيقظ اجعل الرئة تعمل حتى المغيب، اللهم. من دعا ربه الرئة تعمل وما زالت تعمل وأنت لم تدعو ربك؟ من دعا ربه اليوم الدم لا يتعطل ولا يتخثر وينقل الهواء بلا تعطل؟ من منكم دعا ربه هذا؟ وما هذا، الله عز وجل حفظ لك دمك وأنت لم تطلب. من منكم دعا اليوم أن لا تتعطل السيارة في وسط الطريق وما تعطلت؟ أصلا أنت ما فكرت أن تتعطل بك السيارة، وما هذا، الله عز وجل أجر لك السيارة بلطفه. من منكم دعا اليوم أن لا يصيبنا زلزال مثلا؟ من منكم دعا يا رب اللهم لا تجعل البحر يطغى على اليابسة، اللهم يا رب نعوذ بك أن ينزل نيازك من السماء على الأرض؟ من منكم دعا؟ لا أحد دعا بهذا الدعاء، وحفظنا الله وجرى اليوم كما هو، وها أنت تشرب وتأكل وتلبس وذهبت العمل ورجعت من العمل وجسدك ما زال يعمل لله الحمد، وأنت ما رفعت يديك إلى السماء تطلب من الله عز وجل هذا. إذن الله عز وجل يستجيب لك مليار حاجة بلا دعاء، ثم تأتي لحاجة بسيطة تقول ما استجاب لي، أهذا حياء؟ قل الحمد لله، قل الحمد لله، يجب أن تعود لسانك هذا. لهذا إذا الله عز وجل شانه لم يستجب لك لأمر، يوجد حكمة، لأنه أصلا أغرقك بالنعم سبحانه، من أخمص قدمك لأعلى رأسك وأنت في النعم صباحا ومساء. نحن نغرق بنعم ما طلبناها أبدا. لهذا أحيانا الله عز وجل لا يستجيب لك حكمة رحمة بك. أضرب لك مثالا بسيطا، ابنك أطيب الطعام له الحلويات ولكنك تؤتيه على مقدار معين، لماذا؟ لأنك تخشى عليه خوفا على صحته. علم لماذا الله عز وجل يؤخر الدعاء؟ إذن إياك أن تقل يوما دعوت ولم يستجب لي. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة إلا واستجاب الله له، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. تصور أنت طالما تقول يا رب استجيب، لا تقلق.